موضوع القياسات والاختبارات اللي ايه عملناها هناك، يعني يمكن أفضل لاعب سعودي ما يوصل الربع اللاعب الأوروبي من ناحية التكوين البدني والقوة العضلية. فأتوقع أنه هذه محتاجة أنه أيضا في تمارين صباحية تكون، بس الإمكانيات ما هي موجودة من ناحية الملاعب المغطاة أو أجهزة التمارين. قلت شيء أصبت محور رئيسي، يمكن بينجن الحين الدكتور عادل قاعد يقول لي، يعني قاعد يحاول فيني اني ما اعلن الموضوع بس بعلنه. الموسم الجاي 16 فريق، شئنا ما بين 16 فريق. ليه؟ غير منطقي، يعني ما في هبوط؟ لا في هبوط، في لها آلية، في هبوط وفي عدد فرق تزيد من تحت، يعني في طريقة معينة. بس ليه؟ ابو ناصر حلفتك بالله ما تقول الطريقة. اي ماني بقايل الطريقة. كيف لاعب السعودي افرج اللي يلعبه 30 مباراة في السنة؟ يا ناس ترى صدق يا ياسر فأحمد مدلعين انتم، قاعد تلعب 30 مباراة في السنة. الاوروبي يلعب 60 55 مباراة، احنا ستيل 50 40% تحتهم. كيف؟ من المراهقين؟